مرحبا حبايب قلبي، كيفكن اليوم؟ اليوم ان شاء الله حبايبي بدنا نعمل طريقة الوربات بالقشطة. ان شاء الله ان شاء الله مكونات سهلة وبسيطة. هون عنا الرقائق جاهزة، عندي هون 200 جرام زبدة، عندي معلقتين سمن حيواني بدي احطهم مع ذوبهم، عندي هون القشطة انا مساويتها بالبيت ان شاء الله بشي يوم رح نزل لكم فيديو لها، عندي هون القطر مع كاستين سكر، كاسة مي، ورشة حمض الليمون يعني ربع معلقة. طبعا لازم يكون القطر عندي بارد. عندي هون فستق للتزيين، هذا اختيار، خليكم معنا ورجيكم الطريقة. هلا اول شي حبايب قلبي رح نجيب هاي الزبدية، ننزل فيها الزبدة، رح ننزل معلقتين السمنة فيها كمان مشان دوبها. انتو فيكم دوبوها على الغاز، انا رح دوبها بالميكروويف. هلا رح دوبها وارجع لكم. هلا هيك حبايب قلبي بعد ما دوبت عندي زبدة، هلا بدي ابدأ تشكيل العجينة. هلا رح افتحها. طبعا هون عندي الصينية هون لازم تكون جاهزة. هلا اول شي رح ادهنها من نفس الخليط عشان بس نقص دغري ننزلها على الصينية تكون مدهونة وجاهزة. هيك صارت عندي تمام. هلا بدي ابدأ افرد العجينة وشكلها قطعها. هلا هيك حبايب قلبي بعد ما فردنا العجينة لازم نكون حاطين تحت الشي مشان لما نقص. هلا بدنا نشوف نحن القطعة قياس اللي بدنا اياه. طبعا عندي هلا مثلا هيك قطعة هيك قياسها بدي اياها. هلا بدي قص من عنده من هون، ابدا قصها هيك نقول بسم الله ونقص. نكمل قص هيك. هلا هاي القطعة رح بلش قصة من هون كمان. هيك هاي اول قطعة صارت عندي جاهزة، بدي احطها هون على الصينية كما كان شايفين. رد هون نفس القطع، بدي رد اتنية هيك مثل ما كان شايفين وقصة. طريقتها حبايب قلبي كتير سهلة، بصفها هيك مثل هالشكل هذا. رح كمل هلا هيك كمان ورجيكم كيف بدي صفها بالصينية. هلا بدي صفها هيك، كمل تقطيعها نفس الشي. هلا هيك حبايب قلبي بدي قصها كلها العجينة مثل ما انكم شايفين بهالشكل هاد، وصفها هيك نفس الشكل بالصينية كلها. خليكم معنا لخلص تقطيع. هلا هيك حبايب قلبي بعد ما قطعتن كلياتن راح ابدا ادهنن بالزبدة. اول شي بدي احاول ارفع شوي اول شي من جوا طبقات، ادهنن شوي عشان من جوا يستوى عندي ما يضلوا معجنين. خليكم معنا هيك لادهنا كلياتها من جوا ومن برا. هلا هيك حبايب قلبي بدنا نكملهم مثل ما شايفين، نفتح شوي من الطبقات، مو طبقة طبقة يعني طبقتين ثلاثة سوا، ندهنهم شوي من جوا ومن برا مثل ما انكم شايفين. لانه اذا ما دهناهم منيح بالزبدة والسمنة قلبهم راح يضل ما
معنا مستوي معجن. خليكم معنا لنخلص ان شاء الله. هيك حبايب قلبي، بعد ما خلص دهن الصينية كلها لازم يكون عندي الفرن شغال على درجة حرارة 200. يعني قبل ما نبلش الهاي انا نسيت اخبركم، لازم يكون سخنين الفرن. هلا ان شاء الله راح احطها من تحت، بس تستوي عندي من تحت حطها من فوق ورجيكم ان شاء الله كيف بدنا نحشيها. هلا هيك حبايب قلبي بعد ما طلعت عندي من الفرن انتم شايفين شكلها. هلا بدي صب علي القطر عشان تاخذ القطر كله. بعد ما احط القطر بدي احشيها. هلا هيك لازم نحط عليهم كلهم. انتو طبعا بعد ما تحشوها فيكم تزودوا له قطر قد ما فيكم، يعني مثل ما بدكم. هلا هيك كفي عندي، اخليها هلا شوي عندي لتبرد شوي بس وتاخذ القطر كله، ان شاء الله رح نبلش نحشيها. خليكم معنا. هلا حبايب قلبي بعد ما بردوا عندي شوي، طبعا ما لازم نخليهم يبردوا كتير، بردوا عندي هلا شوي. هلا رح نبدا نحشيهم بالقشطة ان شاء الله. خليكم معنا هلا كيف رح نحشيهم. هيك هي طبعا ليك عم تتفتح لحالها عندي، يعني ما بتعذب حشيها. هلا رح شيلها انا هيك حشيها. هيك مثل ما انكم شايفين رح نزلها هلا هون عندي على الجهات. نفس الشي هلا كمان نفتح الثانية هيك، شايفين ما شاء الله عندي عم تفتح لحالها لانه مورق. هيك هلا كمان نحطها هون عندي عشرة. هلا هيك راح ان شاء الله نحشيهم كلهم سوا، بشوفكم مرحلة التقديم. هيك حبايب قلبي وصفتنا لليوم ورباط القشطة صارت جاهزة، اتمنى تنال اعجابكم. هلا نحط علي القطر شوي من فوق حسب الرغبة طبعا. ان شاء الله الف صحة وعافية، اتمنى تكون عجبتكم الوصفة ان شاء الله. اذا عجبتكم لا تنسونا من الاشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لا تنسوا تحطوا لنا لايك. ان شاء الله الف صحة وعافية.